في أمريكا بشكل عام دائما ما نسمع عن حوادث سطول المحلات والشركات التجارية ونهبها. كاميرات المراقبة مشاهدينا الكرام في المحلات توثق العديد من حوادث السطو، وقد تنجح هذه الحوادث أو تفشل أحيانا، وقد يتعرض صاحب هذه الأماكن التجارية إلى القتل. في هذا الفيديو عملية للصوص يسرقون مجوهرات تقدر بنصف مليون دولار ب45 ثانية فقط.